السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد ال وتسعين كرت مجنون ضخم غالي ومش عملي بس ياخي حبيته ودع علامة ويندوز المزعجة بدون ما تدفع سعر مفتاح كامل بإمكانك تحصل أفضل أسعار مفاتيح ويندوز من CDK Deals باستخدام كود الخصم الخاص بالقناة SNKRT بعد ما تحصل المفتاح اكتب Activation Settings في مربع البحث حط المفتاح هون وانتهى الموضوع تفقد الروابط تحت بالوصف لتحصل أفضل العروض والأسعار من CDK Deals ال 4090 هو اقوى واحدث كرت من انفيديا، مبني على معماريه ايدا لافليس الجديده وباصغر دقه تصنيع عرفناها، 4 نانومتر من تي اس ام سي، شريحه الكرت اي دي 102 ويحوي 16384 كودا كورس، زياده 52% عن 3090 تي اي، بنفس الذاكره بالضبط 24 جيجا بايت جي دي ار 6 اكس، 384 بت ميموري باس وباندوث الذاكره 1008 جيجا بايت بالثانيه، 512 تنسر كورز للذكاء الاصطناعي و128 كور لتتبع الأشعة أو RT-Core النسخة المعي هي أو سي من ASUS وسرعة البوست الرسمية لها النسخة هي 2565 ميجا هرتز بس الكروت بيوصلوا لأعلى من هالسرعات بسبب الجي GPU بوست وبصرف طاقة 450 واط رح نتكلم عن الأمور بالتفصيل بعد شوي مواصفات الكرت على الورق جنونيه 82 تيرا فلوبس اف بي 32 ونسخ الاو سي مثل هاد بتوصل لاعلى من 90 تيرا فلوبس يعني اكثر من ضعف التيرا فلوبس من 3090 تي اي اوف بس التيرا فلوبس مش دائما يترجم لنتائج دقيقه في الواقع من ضمن الاشياء الجديده اللي اعلنوا عنها انفيديا مع اطلاق الكروت هي تقنيه دي ال اس اس 3 ودعم انكودرات جديده هالاشياء راح اتركهم لفيديو منفصل قادم لانه بيحتاجوا تفصيل وتعمق كثير بفيديو اليوم راح اتكلم عن اداء الالعاب التطبيقات سرعات الحراره الطاقة وهيك امور، التقنيات الاضافية والامور الاضافية رح اتركهم لفيديو منفصل. بالنسبة لنسخة الطف الكرت عملاق مثل كل كروت الـ 4090. للمقارنة بس هذا بي اس 5 وهذا الكرت. تقريبا نفس الطول. مقاسات الكرت طول 35، ارتفاع 15، وعرض 7.2 سنتي. ووزنه 2344 جرام. ممكن يعني هيك يعمل لك عضلات. نعم. يعني ترى بالفيديو ما بتبين ضخامته، بالواقع الكرت اضخم مما شايفينه يعني هذا اضخم كرت شفته بحياتي يعني كمان للمقارنه بس هاد ل 3060 فيجن وهذا ل 3080 ستريكس اللي بالمناسبه كرت عملاق بس جنب ال 4090 ببين قزم من الجيل السابق كروت التوف كانوا المفضلات عندي وهالنسخه كمان ما بتخيب الظن بصراحه الكرت ما زال محافظ على نفس اللغه التصميميه الممتازه معدن بالكامل من كل الاطراف حتى شراود المراوح مصنوع من الالمنيوم السميك باللون الرمادي من الخلف باك بليت معدنيه مع شعار تاف و اكس بس للامانه الباك بليت في التف السابق كانت اسمك وبريميوم او احساس بريميوم اكثر من هي بس ما زالت جيده بصراحه يعني ما عليها غبار ابدا وللامانه ايضا شكل التف السابق عجبني اكثر هذا كمان ما زال شكله جميل ومبسط وما فيه تعجيقات ويعني ار جي شكله مبسط وجميل يعني هيك بحسه بروفيشنال بس شكل الطف السابق حسيتك مع الكسرات وهيك امور يعني شكله اجمل بس هذا مازال يعني جميل مبسط جميل بس الكرت الأخ الكرت بيدعم دول بايوس التنتين بيقدموا نفس الأداء الفرق بينهم سرعات المراوح فقط البرفورمانس بتزود سرعة المراوح شوي لتحافظ على حرارة أفضل والكوايت بتقلل سرعتهم شوي للضجيج أقل كل التجارب اليوم عملتها على بايوس البرفورمانس المراوح ثلاثة ضخمات مع شفرات كبيرة وحجمهم 100 ملي ومن ناحية الإضاءة الكرت مثل ما قلت مبسط بس في شعار تف بسيط على طرف الكرت وجنب الشعار عنا ما أخذ الطاقة الجديدة 16 بن اللي عليه جدل كتير مؤخرا طبعا بالكرتونة عنا محول ال 4 8 بن لواحد 16 بن أه راح احكي عنه كمان بنهايه الفيديو او الزبده وايضا بالكرتونه في حامل للكرت بسيط بيصير مفك براغي وحامل بنفس الوقت فكره جيميكي شوي بس كروت ال 4090 جدا بخام و ثقيلات فتقريبا او كل الكروت بيلزمهم حامل يعني المساله ما عادت اختيار بيلزمك حامل للكرت لانه حرفيا لو بوردك مش مدعمه او أخذ البي سي اكسبرس فيها مش مدعم بالمعدن ممكن يكسر ماخذ البورت فيفضل تحط حامل تحط له رافعه تجيب له هيك رافعه وينش بصير بالنسبه للمنافذ الخلفيه 2 اتش دي 2.1 وهذا شيء كتير بحبه بكروت التاف او كروت ايسوس بشكل عام بيحطوا لك ماخذين اتش دي و3 ديسبلاي بورت 1.4 اي كمان رح اتكلم عن نقاط الديسبلاي بورت والمنافذ الخلفيه كله بنهايه الفيديو او بفقره الزبده حاليا خلينا نخبطه في البي سي ونشوف اداؤه الفعلي شبكته بتجميعه الهيليوس السابقه مواصفاتها كلها موجود. موجودة على الشاشة أمامكم نبدأ التجارب مع أساسن كريد فالهالا وهذا أول كرت يكسر حاجز الميت فريم فيها بداية قوية جدا بوردر 3 المعروفة ب مارك 3 135 فريم وسطي حتى ال 1% لو كان ممتاز سايبر بانك 2077 75 فريم وسطي حتى على الترا سيتنجز بدون دي ال اس لايت 2 احد اضخم الالعاب حاليا تقريبا دبل اداء ال 80 تي ايضا نتائج مذهلة بصراحة في Far Cry 6 الفارق كان أقل بشوي بس لاحظوا استخدام الكرت يب حتى على 4K في شوية عنق زجاجة والمعالج i9 12900K مش i3 ومع رامات 64 جيجا DDR5 Forza 5 Extreme Settings 63% أقوى من 80 Ti هورايزن زيرو دون يتكرر نفس السيناريو السابق حتى على 4K أعلى أعدادات استخدام الكرت مش مفلل فمحصلين فريمات عالية جدا والكرت قاعد يشرب قهوة رينبو سيكسيج مش متطلبة لكن فيها اوبتمايزيشن خرافي وتقدر تستغل الهاردوير بشكل ممتاز بس رغم هيك استخدام الكرت بأوائل التسعينات ترى على فكرة ما هي مسألة ضعف المعالج لا لانه استخدامه قليل بالعشرينات الـ 12900 كي معالج وحش لكن ال4090 قوي زياده عن اللزوم شيء مذهل بصراحه كل كامل هالأداء ومش كامل طاقته، ردت تو تقريبا نفس السيناريو، استخدام شبه كامل وفريمات ممتازة بس الاستخدام مش 100% شيد اوف ذا توم بريدر من افضل الالعاب في استغلال الكروت وهون فعلا بنلاحظ استخدام كامل تقريبا لاحظوا لما استخدام الكارت يكون اعلى قفزته على 80 تي اي بتكون اكبر هالشي بياكد كلامي مره ثانيه العاب كثير مش قادره تستخدم قوه ال 4090 الهائله والمساله مش بس قوه المعالج لا محركات الالعاب ايضا هالكارت قادر يوصل للمه محركات الالعاب بدون ما يوصل لاقصى طاقته سبايدر مان لعبه حديثه وممكن نلاحظ استخدام ممتاز وفريمات ممتازه لكن القفزه من 80 تي آي مش كبيره كتير، بس ما زال الاداء مبهر السبب اللي بخليني اضل احط ويتشر 3 في التجارب هو هاد ما زالت تضغط الكروت بشكل ممتاز وتعتبر اختبار ممتاز لاداء الكروت في الاي بي ايز القديمه مثل دايركت اكس 11 حتى مع تفعيل الهير ووركس اللي جدا متطلب التجربه هاي فريد من الاخر ننتقل لتجارب الـ Ray Tracing مع سايبر بانك هاللعبه مع تتبع الاشعه كان مستحيل تقدر تلعبها بدون دي ولحد الان بدون دي التجربه مش ممتازه لانها فير مارك مش لعبه على هيك اعدادات بس هالاختبار لأنه ضخم جداً وقادر يستغل الكرت بكل أنويته سواء الكودا كورز والارتي كورز بيورينا قوة الكرت الحقيقية بالألعاب هون فعلاً منشوف الكرت أقوى من الدبل كمان جربت داينغ لايت 2 تريسينج كمان هاللعبة بهيك أعدادات قادرة تستغل الكرت بكامل قوته ونفس السيناريو يتكرر أكثر من دبل الأداء هالشي بفضل زيادة عدد أنويت تتبع الأشعة وتحسن الجيل او تحسن جيلها. ننتقل لاختبارات التطبيقات، مع بلندر ايضا منشوف اكثر من دبل الاداء، لانه التطبيق بيقدر يستغل كل نواة بالكرت بافضل شكل ممكن، للناس اللي بيستخدموا بلندر هالكرت زبدة. في بورت رويال اختبار تتبع الاشعة كمان منشوف دبل الاداء لانه هذا اختبار مرة ثانية مصمم ليستغل الهاردوير بافضل شكل. في ري جي بي يو بنش مارك نفس الكلام بالضبط، اكثر من دبل الاداء. اوكي، خلينا نجاوب على أول سؤال رح ينطرح. ليش جربت الكرت على 4K فقط؟ لأنه حتى على 4K هالكرت ما كان مستغل بكل الألعاب، روحوا شوفوا البنش ماركات مرة تانية متخيل معي يعني حتى i9 12 k عامل عنق زجاجة نوعا ما على هالكرت على 4K وات انا دائما كنت اقول لو تلعب على 4K او ريزولوشن عالي بشكل عام فنوع المعالج ما بيفرق معك وهالكلام كان صحيح 100% حتى 3090 على 4K ممكن تستغل كامل طاقته بمعالج مثل i5 12400 او Ryzen 5 5600 لانه ال 4K جدا جدا ضخم ومتطلب على الكرت هذا الديناصور هو اول كرت يقلب هالمعادله شغل 4K هاي ريفرش ريت واستخدامه ما كان فول بكل الالعاب شفت استخدامه فلل بثلاث سيناريوهات فقط Borderlands 3 سايبر مع تشغيل تتبع الاشعه وستريس تيست ولنكون واقعيين هالسيناريوهات الثلاثه كلها تعتبر ستريس تيست في اغلب الالعاب الثانيه استخدامه كان بحوالي التسعينات واحيانا ينزل للثمانينات ورغم هيك معطي هاي فريش ريت بدون ما يوصل لكامل طاقته فاليك نتائج الكرت على 2K في فار كراي 6 2K Ultra كان معطي هاي فريش ريت واستخدام الكرت يا دوب النص اكثر من النص بشوي فاذا شاشتك 1080p او 1440p اعمل حالك مزهريه هالكرت ما هو لك ابدا لانه مستحيل تستغل قوته على هيك ريزولوشن حتى ال4K مره ثانيه يا جماعه ما كنت قادر استغل كامل قوته على 4K باضخم الالعاب فاتوقع اداء الكرت يتحسن مع اطلاقات المعالجات الجديده وترى انا ما بقصد معالجات الرايزن 7000 وانتل جيل 13 لا بقصد اللي بعدهم هاد شيء مجنون هي اول مره بشوف كرت واكبر مشكله فيه انه كيف تستغل قوته بالعاده او لازم تطفي الاعدادات الفلانيه تخفض الريزولوشن شوي فعل دي ال اس اس لحتى تحصل هاي ريفرش ريت لا على هالكرت حط كل شيء على اعلى شيء وفعل كل شيء وبقلك الكرت اعطيني كمان في عندك شيء هذا اي 9 يا معلم اي 9 حرك 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 حبيب ما عاد تعطيني فريمات زياده كمان كمان يلا اي 9 حبيب كمان هي او تعطيه كل شيء بقول لك هات عندك كمان خلينا نحكي عن صرف الطاقه والحراره هل يحتاج محطه طاقه نوويه هل ممكن اوفر الفاتوره واعمل شاي وقهوه عليه بصراحه لا صرف طاقته كمان فاجئني، اللي متابع ارقام البنش مارك شاف انه في اغلب الالعاب كان يصرف 300 ل 360 واط واللي هي نفس ارقام 3080 تي اي و3090، الكارت وصل ل 410 412 واط في الثلاث حالات اللي ذكرتهم ستريس تيست وسايبر بانك وبوردر لاندز، ولاضيفكم من الشعر بيت حطيت الباور تارجت 80% في سايبر بانك الراي تريسنج صرف الطاقه انخفض من 410 ل 360 والاداء ما تغير ابدا. يعني انه الكارت اوفر فولتد شوي من ناحيه الطاقه فممكن يستفيد بشكل كبير لو عملت له اندر فولتنج وكمان جربت كفاءه الكارت يعني كم يستهلك مقابل كل فريم قفلت الفريمات ل 60 في بوردر لاندز والنتائج كانت مذهله تقريبا ضعف كفاءه ال 3080 تي اي يعني لحتى يرندر فريم واحد الكارت بيطلب نص طاقة الـ 3080 تي أي، وهذا شيء متوقع لأنه 80 تي أي 8 نانومتر وهذا 4 نانومتر، يعني تقريباً ضعف الكفاءة، أنا ما بحكي عن صرف الطاقة بحكي عن الكفاءة، يعني كم يطلب مقابل كل فريم أو كم يطلب طاقة مقابل كل فريم، طيب أيمان أنا شفت مراجعين تانيين قالوا إنه الكارت بيوصل لأكثر من 500 واط هل هالكلام غلط؟ لا مو غلط لما تفتح عدادات الطاقة وتكسر سرعته الكارت بيصير مفاعل نووي بس ستوك بدون تفعيل أي شيء أو تعديل أي شيء الكارت طبيعي الآن 350-400 واط ما زال رقم كبير بس ما هو شيء ما شفناه من قبل وما هو أكثر من 3080 تي و 3090 هذا اللي بحاول أقوله ل 3080 الستريكس اللي عندي كان يوصل ل 380 واط ف... جو فيجر ما هو اكثر بكثير من الكروت السابقه اما الحراره والسرعات فنسخه الطف ممتازه من هالناحيه بعد 10 في دقائق ستريس تيست اقصى حراره على الكور كانت 63 درجه وحراره الميموري وصلت ل 66 درجه وسرعات المراوح حوالي 1500 ار بي ام فمن هالناحيه نو بروبليمو والكارت اكسلنتي سرعات الكور في معظم الالعاب وستريس تيست كانت 2790 ميجاهرتز ايضا اكسلنتي ضجيج المراوح كان ممتاز ما عليه اي كلام صوته اقل من صوت مراوح الكيس يعني ضجيج المراوح على 1500 ار بي ام كان ماله شبه صامت الكرت بس كان في شوية كويل واين بسيط ما هو كتير بسيط لما تسكر الكيس ما بتسمعه أبدا حرارة سرعات ضجيج التف أو سي لا غبار عليه بصراحة خلينا نحكي عن السلبيات لأنه في كم نقطة سلبية ما عجبتني رقم واحد منافذ الشاشة انفيديا ليش كرت بريميوم سعره يوصل لل 2000 دولار فيه منفذ ديسبلاي بورت 1.4 هذا اول كرت 4K هاي ريفرش ريت حقيقي بالفعل قادر يشغل 4K 150 160 او حتى يوصل ل 200 فريم وبتحدوه بالمنافذ ليش؟ الديسبلي بورت 1.4 وال HDMI 2.1 بيوصلوا اقصى شيء ل 4K 120 هرتز، الان الكرت ممكن يدعم شاشات 4K 240 هرتز مع تفعيل تقنية الـ Display كومبريشن، ممكن يدعم هيك شاشات، بس ليش الاسترخاص بهالتقنية؟ يعني كرت الانتل ارك A380 اللي هو كرت اقتصادي ب 150 دولار بيدعم ديسبلي بورت 2.0، وهذا كرت ما بيقدر يشغل حتى العاب على ترينيتي بي لو، هذا كرت فعلا قادر يشغل 4K باكثر من 144 هرتز وعديتوه من ناحيه المنافذ ليش هالاسترخاص هذا كارت بريميوم سعره بريميوم كل شيء فيه بريميوم المفترض ما يكون فيه هيك تضحيات هي ما هي مشكله عويصه كثير مثل ما قلت ممكن تشغل شاشات 4K 240 165 170 240 هرتز بدون اي مشاكل لو فعلت تقنيه Display كومبريشن بس ليش الاسترخاص يا انفيديا ليش الاسترخاص؟ كارت بريميوم ما هو رخيص ابدا لو كان الكارت سعره 200 300 دولار كريبتو قلت اوكي فالكارت اصلا ما بيشغل هيك ريزولوشن عالي بس كارت بيشغل هيك ريزولوشن عالي وبيدعم هيك ريزولوشن عالي وبيدعم لازم يكون بيدعم هيك شاشات عاليه رقم اثنين عرفتوه كلكم منفذ الطاقه الجديد ليكون صريح هل منفذ على الورق ممتاز بيوفر طاقة 600 واط وبحجم صغير وحتى هذا أول منفذ طاقة ذكي أو نص ذكي المنافذ السابقة كلها تعتبر غبية يعني المنافذ ما كانت تتواصل مع القطعة مجرد بس توفر لها طاقة هذا أول منفذ بيقدر يتواصل مع القطعة وبيخبرها عن إمكانياته فمثلا الكرت بيصرف 500 واط وعندك كابل أو باور سبلاي مصمم أو ما يقدر يوصل أكثر من 300 واط فالكابل هاد عن طريق هدول البنات الصغيرة بخبر الكارت هي أنا ما بقدر أعطيه أكثر من 300 واط فالكارت بيقفل نفسه لطاقة 300 واط لحتى ما يصير مشاكل ويحترق الكارت الكبل هي فكرة ممتازة بصراحة بس كلكم شفتوا الأخبار مؤخرا وكيف في نسبة حرائق لبعض هالكابلات ولحد الآن ما حدا عرفان السبب الحقيقي لهالمشكلة بعض الناس قالوا إنه طعج الكابلات بطريقة معينة ممكن يخربهم بعضهم قالوا تلامس البنات مع بنات الكارت البعض قالوا إنه في بعض الكابلات فيهم مشاكل او بعض الكابلات رفيعة بس لحد الآن ما ما حدا بيعرف السبب الحقيقي لهالمشكلة ولكن مؤخرا جوني جورو واحد من أكبر العقول في مجال الباور سبلايز ومن أقدم مراجعين الباور سبلايز قال إني جربت كل الاحتمالات حتى إني جربت أطعج الكبل وما قدرت أكرر المشكلة على حد قوله السبب المنطقي لاحتراق الكبلات هو خطأ في التركيب المستخدمين ما بيدخلوا المنفذ بالكامل وهذا سبب منطقي بصراحة بالعادة الكبلات القديمة لما تشبك الكبل وتسمع صوت كليك معناها انه الكابل ركب تمام بس هذا الكابل هون فيه ثلاث اقفال وممكن يعطيك صوت كليك مضلل وهو يكون مش راكب 100% لانه حتى انا اول مره ركبته سمعت صوت كليك وفكرت انه خلص تمام تركب بس لما دققت فيه لقيت انه في فراغ بينه وبين يعني في فراغ ما هو راكب 100% فبرايي هذا اكثر سبب منطقي لاحتراق هالكابلات لانه اذا الكابل ما ركب بالمنفذ 100% بيصير ضعف تلامس ضعف التلامس بيولد مقاومه والمقاومه بتولد حراره والحراره تحرق الكبل إن كان هذا السبب الحقيقي أو لا ما نعرف بالضبط بس برأيي هذا أكثر سبب منطقي يعني هي مشكلة استخدام ممكن المفترض نسمع رد رسمي من انفيديا بخصوص هالمشكلة بس أنا مشكلتي الأساسية مع هالأدابتور يا أخي شكله غبي طلعوا مثل الأخطبوط بيقعد, بيقعد, بيقعد بالكيس ما حبيته شخصيا ما راح استخدم الكرت بجهازي لحتى احصل كابل 16 بين نيتيف بدون هالادابتور الغبي ولو بدك تشتري هالكارت نصيحه حاول تبعد عن هالادابتور الغبي حاول تشتري باور سبلاي فيه كابل 16 بين نيتيف سواء 850 او حتى 1000 واط ولو عندك باور سبلاي 850 1000 واط جيد يعني ماركه جيده اغلب المصنعين حاليا بيقدموا كابلات 16 بين نيتيف لبوراتهم الفلاج شيب حاول تبعد عن هاي قدر المستطاع شكله غبي اصلا بيخرب بشكل التجميع والسلبيه الثالثه هي سعر. 1600 دولار سعر طبعا إيلوني ماسكي بس الصراحة قيمته أفضل من 3090 أنا سبق وقلت أنه 3090 كارت غبي لأنه كان أقوى بحوالي 10 ل 15% من 3080 وأكثر من دبل السعر هاد أغلب كتير بس كمان اقوى بكتير يعني ما هو فرق بسيط بينه وبين ال80 اللي بعده على الاغلب رح يكون هذا اقوى بكتير من ال4080 لانه مواصفاته على الورق اقوى بكتير وبيستخدم شريحه مختلفه على عكس كروت 80 انفيديا حست على هالشيء على فكره كارت ال3080 باع بكميات خرافيه وكان كارت جدا مرغوب لانه بيقدم لك 90% من كارت ال3090 بنص سعره بس الناس هيك الناس رغبت له كثير وكان مستخدم نفس الشريحه اللي هي اي دي 102 كروت الايدا لافلس مش هيك هذا هو اكثر يعني هذا هو الكرت اللي انفيديا ركزت عليه اكثر شيء لانه هاد بيستخدم اكبر شريحه اغلى شريحه اغلى ذاكره اقوى بكثير من الكارت اللي بعده على عكس كروت ال3000 اللي كان مثلا الفرق ما بين 3080 و3090 فرق بسيط بالاداء بس فرق السعر كان كبير كثير انفيديا حست على هالموضوع و... يعني انفيديا بهالجيل بدها اياك تشتري هالكرت ما بدها اياك تشتري الكرت اللي قبله لانه حاولوا يفصلوا كثير بالاداء ما بين 4080 و 4090 من ناحيه الاداء وحاولوا يقربوا السعر كثير على بعض 1200 1600 لحتى يعني هيك يحفزوك تشتري هالكرت بس مازال اوفر كيل 1000 اما النقطه الرابعه هي مساله انه الكرت على حسب كلام انفيديا اقوى بمرتين لاربع مرات من 3090 تي اي طبعا كلياتنا ما صدقنا هالكلام بنعرف انه كلام تسويقي رخيص يعني بس اني قالوا لك اه الكرت اقوى بمرتين لاربع مرات مع استخدام الدي ال اس 3 اي ما هي مقارنه مثل كانك بتخلي هي السياره على الجير الثالث اسرع من هالسياره على الجير الاول هي مقارنه فجل بالبصل ما هي مقارنة فلا من هالكرت وهل تنصح فيه مثل ما قلت قبل شوي لو شاشتك 1080p 1440p اعمل حالك مسهرية هالكرت ما هو لك لو بتلعب على 4K ل 3080 و 80 Ti ما زالوا كروت ممتازة لل 4K واسعارهم حاليا جدا ممتازة لا تفوت طيب لا هالكرت اكثر ناس ممكن تستفيد منه هم صناع المحتوى وانا ما بقصد صناع المحتوى مثلي اللي بيستخدموا شويه بريمير لانه بريمير ما ما بيستغل او ما بيستفيد كثير من كروت الشاشه بيستفيد من المعالج اكثر لا بقصد صناع المحتوى اللي بيستخدموا بلندر 3D برامج 3D 3D ماكس انيميشن شغل متطلب ضخم جدا هيك ناس يعني راح يلاقوا هالكارت سكره لانه بالفعل الكارت اقوى باكثر من الضعف عن الجيل السابق بهيك امور بانتاج المحتوى اما اللاعبين قلة اللي راح يستفيدوا منه وطبعا قلة اللي راح يقدروا يوفروا سعره هالكرت بالفعل بيقدم تجربة 4K High Refresh Rate ما شفناها من قبل بس بتجي بثمن باهظ جدا خلينا نرجع لأول ثلاث نقاط ذكرتها بالفيديو ال 4090 كرت مجنون غالي ومش عملي بالنسبة لنقطة المجنون نعم هذا أول كرت شفته بحياتي ما قدرت أستغل قوته حتى على 4K حتى بأقوى المعالجات هذا ما هو عذر فيه لا الكرت قوي اكتر من اللازم اقوى من محركات الالعاب اقوى من المعالجات الحاليه هذا جنون اما نقطه الغالي كلكم تعرفوا هالشي حتى قبل ما تفتحوا الفيديو انا ما قصدي الكرت وحده لا كل شيء بيخص هالكرت غالي بيلزمك اقوى واغلى الشاشات لحتى تشوف الصوره والسلاسه اللي بقدمها بيلزمك اقوى المعالجات لحتى تستغله بافضل شكل ممكن بيلزمك افضل واقوى الباورات لحتى ما يعمل لك مشاكل حتى الرامات بتفرق معه لانه اي رامات بطيئه او بدائيه ممكن تسبب لك عدم استغلال او بين قوسين عنق زجاجة مع هالكرت بيلزمك اكبر وافضل الكيسات لحتى يتسعه ويامن تهويه مناسبه واحد راح يقلي طيب ايمن يعني هذا الوضع مع كروت الفلاكشيب بشكل عام من زمان كان هيك لا صديقي هل الوضع ما كان هيك هالكلام غير صحيح ال 3080 تي اي اللي هو نفس ال 3090 قدرت اشغله على الرامات 16 جيجا بدائيه ومعالج رايزن 5 5600 اكس وقدرت استغل كل قطره اداء منه هالديناصور مختلف اما نقطه المش عملي فهون اقصد الحجم لا تفهموني غلط انا بحب الكروت البيفي الدسمات بس الحجم صار اوفر شوي لدرجه انه في معظم الكيسات ما راح تقدر تحط الزجاج لانه راح يلامس ما أخذ الطاقة حتى بكيس الهيليوس المعروف بالثلاجة ما قدرت اركب الزجاج بدون ما يلامس هاد او يطعج هاد الكبل هالكرت جدا قوي لدرجة انه بيوصل للمة المعالجات الحالية ولمة محركات اغلب الالعاب لهالسبب الكرت اوفر كل لمعظمكم سواء بنصح فيه او لا هالقرار يرجع لكم تلخيص الكرت محير ال 4090 كارت قوي جدا بس هالقوة ما ممكن تستغلها في كتير سيناريوهات أقرب تشبيه لل 4090 هو البوغاتي شيرون أغلى وأسرع سيارة بالعالم مجنونة غالية ومش عملية وفي معظم الطرق ما راح تقدر تستغل سرعتها وقوتها في فيديوهات وتجارب كثير قادمه مع هالكارت راح نجرب دي ال اس اس 3 الانكودرات ستريم كذا سرعه وهيك امور فاليوم ما حبيت اجرب كل الامور لانه الفيديو راح يصير مسلسل فراح اترك لفيديوهات فيديوهات قادمه ان شاء الله راح نعمل تجارب كثير مع هالكارت وفيديوهات كثير ممتازه وجميله فلا تنسوا اللايك والاشتراك لحتى ما يفوتكم كل شيء جديد وبس يا جماعه هذا كان كل شيء الفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم اذا عجبكم اكيد لا تنسوا تضجوا لايك واذا فاتكم الفيديو السابق موجود هون ايش كان الفيديو اخبار كروت اي ام دي الجديده الار تي اكس الار اكس 7000 اكس تي اكس موجود دور روح شوفوه في اخبار كثير مهمه عن الكروت اخبار جي جيده كان معكم اخوكم ايمن المحمد شكرا للمتابعه السلام عليكم الان راح نروح نعمل قهوه على الجميل. والقهوة وين آه. القهوه الجديده